اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا باعاده تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئه عامه خدميه تكون له الشخصيه الاعتباريه وذلك بعد موافقه مجلس الوزراء وفقا لنص القرار، فإن المركز يهدف إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل، وذلك على المديين المتوسط والبعيد، وذلك اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة. كما يختص المركز أيضا بإجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات.